أهلا طلاب، وصلنا لمحاضرة الركتال كانسر. خلينا ناخذ مراجعة سريعة على الاناتومي. From the anatomical aspect, rectum starts from the promontory of sacrum from S1. بينما بالنسبة للسيرجيكال aspect فهو يبدي من S3. لذلك اللينث مالت الركتم will vary from 12 to 15 cm. مثل ما شرحنا الركتم يحتوي على valve of Hosting اللي هم عددهم 3، 2 on the left 1 on the right. وقلنا الفانكشن مالتهم هي reservoir، هي عبارة عن storage for the feces. الفانكشن مالتهم انه هو give extra length to the rectum to be able to increase the capacity of the rectum to the feces. يعني على مود يزيد الريزرفوار become larger reservoir. When the rectum is filled with feces, loaded with feces, length مالته راح يزيد up to 18 to 20 cm. يعني هو length مالته 12 to 15 بسبب ال valve of Hosting. اللينث مالته راح يزداد up to 18 to 20 cm. مثل ما شرحنا انه يحتوي على 3 valve of Hosting, 2 on the left 1 on the right. بالنسبة للانتيرير والبوستيرير ريليشن، الانتيرير ريليشن راح تختلف بين الميل والفيميل. بالنسبة للميل الركتم will separated anteriorly from the bladder, prostate, seminal vesicles. بينما بالنسبة للفيميل الركتم anteriorly will be separated from the upper part of the cervix, upper part of the ureter, upper part of the vagina عن طريق الجنوفالي فيشيا. اوكي، يعني anteriorly الفيشيا اللي موجودة عندنا هي الجنوفالي فيشيا. بينما posteriorly الركتم will take the curve of the sacrum. وعندي الفيشيا بروبريا وعندي الولدر فيشيا. فيشيا بروبريا هي موجودة على the whole wall of the rectum، بينما الولدر فيشيا فهي تفصل between the sacrum and the rectum. بالنسبة للبرتونيال ريليشن، فهذا السؤال كش مهم عند دكتور إبراهيم. الركتم will be divided to 3/3. عندي superior third, middle third, inferior third. Superior 1/3 will be covered by the peritoneum on the anterior واللاترال surfaces. بينما middle third will be covered by the peritoneum on the anterior surface فقط. والinferior 1/3 will be devoid، يعني ماكو أي peritoneum يغطي. يعني هسه superior 1/3 البرتونيوم يغطيه من الانتيرير ومن اللاترال سيرفيس، بينما الميدل 1/3 البرتونيوم راح يغطيه from the anterior surface فقط. أما الانفيرير 1/3 فماكو أي برتونيوم يغطيه. أوكي، هذه النقطة مهمة، لأن إحنا بنشيل الركتم كانسر لازم نشيل البرتونيوم وياه. Distal rectal tumors have no serosal barrier to invasion of adjacent structures and are more difficult to resect given the close confines of the deep pelvis. يعني قال لك انه بالدستل ركتم انه بسبب انه ماكو اي بريتونيوم يغطي، يعني يفصل بين الركتم والاذر ستراكشرز، فمباشره يصير انفيجن، لذلك الريسكشن مالته راح يكون اصعب. بالنسبه للبلد سبلاي، مثل ما شرحنا انه الركتم هو اللاست بارت اوف ذا هينج جات، وال ارتري هو الانفيرير ميزنتريك ارتري اللي ينقسم الى ليفت كوليك وينقسم الى سيجمويدال ارتريز، والكونتينويشن مالته راح تنطيني سوبيريال ركتال ارتري اللي ينقسم الى 3 برانشز. انتيريور اون ذا رايت ينطيني انتيريور وبوستيريور اون ذا ليفت. قلنا احنا هاي ال 3 برانشز ويل ميت ات ذا انوس، والالتقاء بين الفينيولز والارتريولز راح تكون إذا البيشنت بالليثوتومي بوزيشن، فهذا الالتقاء راح يكون بساعة 3، بساعة 7، ساعة 11 اللي هي سايتس فور هيمورويدز. وعندنا بعد غير السوبيريور ركتال ارتري عندنا الميدل ركتال ارتري اللي هو برانش فروم ذا انترنال إليك ارتري، وعندنا الانفيريور ركتال ارتري اللي هو برانش اوف ذا انترنال بيودندال ارتري. مثل ما شرحنا السوبيريور ركتال ارتري ينقسم إلى 3 برانشز، 2 on the right anterior posterior, 1 on the left. عندي الميدل ركتال ارتري اللي هو برانش اوف ذا انترنال إليك ارتري، والانفيرير ركتال ارتري اللي هو برانش اوف ذا انترنال بيودندال ارتري. بالنسبه للفينوس درينج، في الابر بارت ماتر ركتم الدرين باي ذا سوبيريور ركتال فين تو ذا بورتال فين. لذلك اي ميتاستاسيس بالابر بارت ركتم راح يصير بها ميتاستاسيس تو ذا ليفر. اما اللور بارت فهو عن طريق الانفيرير ركتال فين drain lower half of the anal canal to the inferior vena cava. لذلك الميتاستاسيس باللور ركتم راح تكون to the lung. كش مهمة upper part of the rectum to the liver الميتاستاسيس، بينما lower part of the rectum to the lung الميتاستاسيس. بالنسبة للليمفاتيك درينج فأكو رول كل الجي اي تراكت للليمفاتيك درينج مالتها وتفولو ذا arterial blood supply. لذلك الليمفاتيك درينج to the para aortic to the pelvic to the anterior mesenteric lymph node.
بالنسبة للإنرفيشن هو عبارة عن autonomic innervation عن طريق superior hypogastric plexus اللي هو pre-sacral والinferior hypogastric plexus اللي هو pelvic plexus. pre-sacral superior hypogastric plexus هي عبارة عن sympathetic innervation only، لذلك هي مسؤولة عن الموتر عن peristalsis. وين مكانها؟ مكانها near the inferior mesenteric artery تقريبا near L3 L4. لذلك إذا أنا عندي rectal cancer قريبة من the inferior mesenteric artery لازم أكون حذر. ليش؟ لأنه أي injury to the superior hypogastric plexus راح يؤدي إلى retrograde ejaculation. أما inferior hypogastric plexus اللي هي تسمى بالpelvic plexus فهي قريبة من wall of the pelvis، تكون sympathetic و parasympathetic. إحنا قلنا sympathetic راح يكون عبارة عن secretion، يعني مسؤول عن secretion. أي rectal cancer قريب من ال inferior hypogastric plexus قريب من ال pelvis wall لازم نكون حذرين به، إنه لا نسوي injury to the inferior hypogastric plexus. ليش؟ لأن ال injury إلها راح تؤدي إلى impotence عند المياض. ال colorectal cancer هو third most common cancer. The first most common cancer هو lung. Second most common cancer هو breast. والthird هو colorectal cancer. أيضاً colorectal cancer يعتبر the third leading cause of cancer death in both male and female. الأدينوكارسينوما تعتبر majority of the colon and the rectal cancers. وأكو rare rectal cancers من ضمنها الكارسينويد. الكارسينويد most common موجود بالأبندكس. أيضاً عندي الليمفوما والساركوما. تقريباً 20% من الكولون كانسرز موجودة بالسيكم، و20% موجودة بالركتم، و10% موجودة بالركتو سيجمويد جونكشن، و25% of the colon cancers موجودة بالسيجمويد. إذن السيجمويد والركتم يمثلون تقريباً 55% من الكولون كانسرز، لأن 20 بالركتم، 25 بالسيجمويد، و10 بالركتو سيجمويد جونكشن. زين، ليش الركتم والسيجمويد عندهم higher incidence of the colon cancer؟ بسبب انه السيجمويد والركتم يعتبرون ك storage for stool، لذلك الستول يبقى بيهم فترة أطول، واللونج prolong exposure to the carcinogens الموجودة بالستول هي السبب انه تؤدي الى انه الركتم والسيجمويد عندهم higher incidence of the colorectal cancers. زين، احنا ليش نسميه colorectal؟ يعني ليش نجمعهم سوا؟ لأنه الكانسرز اللي موجود بالكولون والركتم عدة same biological behavior اللي هو الأدينو كارسينوما سيكونس، وهسا نشرح عنه. مثل ما قلنا عدنا 20% موجود بالركتم، 10% بالجنكشن، 25% بالسيجمويد. إذن 55% of the colorectal cancers موجودة بالسيجمويد والركتم. بالنسبة للtypes of the carcinoma spread، اللوكال spread راح يكون circumferential، يعني إنه around the lumen، مو longitudinally، لا circumferential around the lumen. بالنسبة للanterior penetration، بالنسبة للmale to the prostate to the seminal vesicles to the bladder، بالنسبة للfemale to the vagina to the uterus. lateral penetration راح يكون to the ureter، والpatient ينتهي بالbilateral hydronephrosis. بالنسبة للposterior penetration to the sacrum to the sacral plexus. lymphatic spread راح يكون فقط بالupward direction. أوكي؟ زين، بالنسبة للvenous spread مثل ما شرحنا، إذا superior rectal vein فراح يؤدي draining مالته راح يكون للportal vein to the liver. إذا inferior rectal vein draining مالته راح يكون to the inferior vena cava والmetastasis to the lung. وعندنا بعد الadrenal peritoneal dissemination. remaining spread to other location include the brain. بالنسبة للclinical presentation، the most common symptoms هو the bleeding up to 60% of patients. many rectal cancer راح يكون non asymptomatic، وال discovering مالتها يكون upon digital rectal examination أو يعني colonoscopy أو proctoscopy بالscreening examination. أيضاً change in bowel habits، يعني patient ممكن يصير عنده diary، ممكن يصير عنده constipation، أو patient راح يجي يقول إنه the caliber of the stool is changing، يعني become more narrower. أيضاً occult bleeding اللي موجود ب 26% of patients. هنا أنا شون نسوي له detection؟ عن طريق the fecal occult blood test. يعني patient ممكن يجي بأنيميا، أو ممكن إنه يصير عندي change بالcolor of the stool، فبنسوي له fecal occult blood test راح نلقى إنه occult bleeding. ممكن يجي البيشنت بابدومينال بين، ممكن يكون كوليكي،
associated with bloating أو يجي بالميتاستاسيس symptoms اللي هي back pain، يعني مثل ما قلنا إنه tumor invading أو compressing nerve trunks، يعني إنه التيومر يا أما يسوي invading للبون أو إنه compress on the nerve trunks أو البيشنت يجي بالurinary symptoms. أيضا ممكن يا أما يسوي invading للurinary tract أو يسوي لي compressing على البلادر أو البروستيت، أو يجي البيشنت بماليز أو pelvic pain. هنا يعتبر late symptoms ويعتبر indicate nerve trunk involvement. أو يجي البيشنت كemergency case peritonitis إذا صار عندي perforation، أو البيشنت يجي كjaundice إذا كان عندي liver metastasis. بالنسبة للphysical examination شوف البيشنت إذا عنده بالر abdominal mass PR mass يعني mass in the rectum jaundice nodular liver أو ascites. الrectal metastasis will travel along the portal drainage to the liver مثل ما شرحنا عن طريق superior rectal vein أو to the lung via middle and inferior rectal vein. بالنسبة للإتيولوجي فهو unknown، يعتقد إما يكون multifactorial environmental factors genetic component أو بسبب الدايت إذا كانت high in fat. Approximately 75% sporadic عشوائي developing people with no specific risk factor. Remaining 25% occur in people with significant risk factor عندهم family history أو personal history أو عندهم polyps. Other significant risk factor تشمل certain genetic predisposition مثلا hereditary non-polyposis colorectal cancer and familial adenomatous polyposis HNPCC والFAB أو inflammatory bowel disease 1% of all cases. يعني أما unknown أما البيشنت عنده genetic predisposition مثلا ال HNPCC الفاب والinflammatory bowel disease أو بسبب الدايت مالته أو أكو family history. أكو مقارنة بين ال right وال left colon كلش مهمة تعرفوها أو مرات تجي كسؤال. بالنسبة لل right colon cancer يجي ك ulcer lesion بينما بال left colon يجي ك annular lesion. اللومن بال right رح يكون wide بال left رح يكون narrow. الستول بالرايت راح يكون سيمي فلويد بينما بالليفت راح يكون سيمي سوليد. البرزنتيشن بالرايت كولون كأنيميا اوكي بينما بالليفت كولون كلارج باول اوبستراكشن. ليش؟ لانه الستول سيمي سوليد والكانسر انيولر واللومن از نارو فيجي كلارج باول اوبستراكشن، بينما بالرايت كولون بسبب انه وايد لومن سيمي فلويد ستول الليجن مالت الكانسر كالسر فيجي كايرون ديفيشنسي انيميا. ذلك احنا عندنا رول any patient above the age of 45 او 50 presented with iron deficiency anemia unexplained with malaise with fatigue he has right colon cancer until proven otherwise. زين اذا تنسالون منو البتر بروجنوسيس الرايت لو ليفت كولون؟ الليفت كولون. ليش؟ لانه early presentation راح يجي كلارج باول اوبستراكشن، بينما الرايت كولون يعتبر ليت بريزنتيشن على ما يتحول انيميا بسبب البليدنج مالت الالسر. يعني شلون نقول يكون السيمبتومز ليت انه تطلع عند البيشنت في دايجنوستس مالته راح يكون ليت، بينما الليفت كولون البيشنت راح يجي كلارج باول اوبستراكشن في ايرلي دايجنوستس بسبب الايرلي بريزنتيشن. مثل ما قلنا الركتم هو ايضا السر ليجن يجي كتنزماس بليدنج هو الموست كومن لانه السر ulcerating lesion الكانسر يكون palpable mass on rectal exam bright red blood per rectum. بالنسبة للpathophysiology of colorectal cancers يا أما adenomatous polyposis coli ABC أو hereditary non-polyposis colorectal cancer HNPCC أو ulcerative colitis dysplasia. ضروري نعرف شنو معنى البوليب. البوليب هو any mass that protrude to the bowel lumen from the wall due to mucosal proliferation، يعني عبارة عن كتلة يعني تطلع من ال bowel wall protruded into the lumen. أيضا ينقسم البوليب إلى أربع أنواع، عندي الهايبربلاستيك، عندي السيدو بوليب، عندي الهاماتوماس، وعندي الأدينوماتوس. الهايبربلاستيك هو جوفينايل موجود عند الأطفال. السيدو بوليب هو عبارة عن inflammatory بوليب، يسمونه سيدو بوليب لأنه هو بسبب ميوكوزال أديمة يبين كبوليب موجود بالأسرتيف كولايتس. عندي الهامر توماس بوليب اللي موجود بالبوست شيغهر سيندروم كاري سمول ريسك اوف مالجنسي.
زين من هو الكاري هاي الريسك اوف مالجنسي؟ هو الاديماتوس بوليب اللي هو يعتبر مور كومن وعنده هاي الريسك اوف مالجنسي. زين اديماتوس بوليب ينقسم ايضا الى 3 تايبس، فيلوس تيوبولار ميكست. الفيلوس ايضا مور كومن انه يتحول الى كانسر. زين بالنسبه للمورفولوجي البوليب يا اما يكون فلات يسمى سيسايل او يكون بندوكليتد وذ ستولك بندوكليتد، هذول المورفولوجي مالتهم وهاي التايبس. الادينوما كارسينوما سيكونس انه نورمال ابيثيليوم صار عندي اي بي سي ميوتيشن صار بي هايبر بروليفريشن راح يتحول الى سمول ادينوما، يجي الكي راس ميوتيشن راح يحولها من سمول ادينوما تو ذا لارج ادينوما، والبي 53 ميوتيشن راح تحولها من لارج ادينوما تو ذا كولون كارسينوما. اذا كم ميوتيشن عندي؟ 1 2 3 3 ميوتيشن. الاي بي سي راح تحوله من نورمال ابيثيليوم تو ذا ادينوما، والكي راس راح تحوله من سمول ادينوما تو ذا لارج ادينوما، والبي 53 راح تحوله من لارج ادينوما تو كارسينوما. الستيجنج مات الركتال كانسر هو كلش مهم، يسمى بالدوك كلاسيفيكيشن. دوك اي معناتها الكانسر موجود بالركتال وول، ليميتد تو ذا ركتال وول. الدوك بي معناتها الكانسر وال extended through the rectal wall into the extra rectal tissue يعني يعبر الوال. دوك سي هنا أنا عندي metastasis to the regional lymph node. هذا السيستم صار بي modification وتحول إلى subdivision عندي البي والسي. البي راح ينقسم إلى بي 1 بي 2. بي 1 penetration فقط للمسكولاريس بروبري، بي 2 penetration راح يعبر المسكولاريس بروبري أوكي. والسي أيضا ينقسم إلى سي 1 C2. C1 هنا التيومر will be limited to the rectal wall plus a lymph node involvement، بينما C2 التيومر راح يعبر الركتال وول plus a lymph node involvement. المودفايد دوك ستيجنج انضاف إلى D اللي هو distant metastasis، مثل ما قلنا ال A to the rectal wall، B beyond the rectal wall، ال B1 to the muscularis beyond the muscularis، C1 limited to the rectal wall plus lymph node involvement يعبر rectal wall plus lymph node involvement. أما D فهو distant metastasis مثل ما قلنا إذا superior rectal vein للليفر inferior rectal vein to the lung. بالنسبة لل TNM classification فنبدي بال T اللي هو X cannot be assessed، T0 there is no evidence of cancer، TS هي carcinoma in situ، T1 invading to the submucosa، T2 to the muscularis propria يعني يعبر المسكولاريس propria، T4 A إنه أكو tumor perforate the visceral peritoneum، T4 B إنه أكو direct invasion to the organs or structures. بالنسبة للregional lymph node التريتمنت يعتمد على involvement of the lymph node. TX cannot be assessed، T0 there is no lymph node involvement، T1 metastasis to 1 to 3 regional lymph node، ال A regional lymph node 1، ال B 2 to 3 regional lymph node، وال C tumor deposit in the subserosa mesentery أو non peritonealized pericolic أو perirectal tissue without regional nodal metastasis، ال N2 metastasis in 4 or more regional lymph node، N2A metastasis in 4 to 6 regional lymph node، N2B 7 يعني ال X cannot be assessed 0 ماكو، T1 أكو regional lymph node up to 1 to 3، ال N2 أكو من 4 أو أكثر. بالنسبة لل M اللي هو distant metastasis، ال M0 no distant metastasis، M1 distant metastasis، ال M1A 1 organ، M1B more than 1 organ. ال investigation عندنا multiple investigation بس the investigation of choice هو colonoscopy with biopsy. عندنا digital rectal examination، شوف B size، مات rectal mass، شوف fixation، شوف location، شوف إيش قد أكو distance from the anal verge، ونشوف أكو sphincter involvement أو لا. عندنا proctoscopy، sigmoidoscopy، colonoscopy with biopsy. عندنا barium enema in case of familial adenomatous polyposis أو synchronous growth هسه نشرحها. الألترا ساوند على مود نشوف إذا أكو secondaries، and the liver والأسايتي CT scan of the pelvis أيضا ندور على secondaries.
عنده ركتال ألتراساوند على مود نشوف اللوكال إكستنس، يعني نشوف الدبث مالت الركتال كانسرز. عندنا الفلورين بي اي تي سكان على مود نشوف الريكرنت لوكال تيومرز والميتاستاتيك ديزيز. عندنا بلد تيست مثل السي بي سي، رينال فانكشن تيست، ليفر فانكشن تيست، والتيومر ماركر. مثل ما قلنا عندنا سينكرونس وعندنا ميتا سينكرونس. سينكرونس معناتها انه البيشنت راح يجي بركتال كانسر، واكو 10% انه من البيشنت انه عندهم ركتال كانسرز بلس كولون كانسر. ليش؟ لان قلنا انه البيولوجيكال بيهيفير مات الكانسر متشابه اللي هو ادينوما كارسينوما سيكونس. لذلك البيشنت اف بريزنتد وذ ركتال كانسر وي شود لوك فور كولون كانسر، فنسوي كولونوسكوبي. اذا لقينا ركتال كانسر بلس كولون كانسر فنسميه سينكرونس كانسر. اما الميتا سينكرونس معناته انه البيشنت ويل بريزنتد وذ ركتال كانسر اند هي ويل بي هيلد، يعني ركتال كانسر يتعالج. بعد فتره مثلا 6 اشهر سنه نكتشف انه البيشنت عنده كولون كانسر، فهنا يسمى ميتا سينكرونس. بالنسبه للديجيتال ركتال اكزامينيشن فمثل ما شرحنا نشوف السايز، موبيليتي، الفيكسيشن، اللوكيشن. ضروري نشوف الديستنس فروم ذا انال فيرج. احنا السؤال انه اللينث اللي هاو much higher up we can insert the finger in digital rectal examination up to 10 centimeter. يعني إذا الركتال ليجن هو 10 سنتيمتر away from the anal verge we can palpate it. إذا كان يعني أكثر من 10 سنتيمتر proximal rectal lesions we cannot palpate it by digital rectal examination. الرجيد بروكتوسكوبي. عندنا الكولونوسكوبي قلنا هو choice of diagnosis of rectal cancers. To rule out synchronous يعني قلنا البيشنت انه عنده rectal cancer plus colon cancer اللي يصير in 10%. هنا هذا هو sessile low bundiculated، هنا هو sessile لان هو يكون flat. بالنسبة للباريوم انيما فهي to evaluate reminder of large bowel to rule out synchronous tumor او the presence of polyp syndrome. والساين المهمة في حالة وجود الكولون كانسر هي الابل كور ابيرنس. هاي الساين كلش مهمة تحفظوها لان راح تاخذوها بالاشعة السنة الجاية وتنسألون عليها بالعملي. الكولون كانسر will appear as apple core appearance. السي تي سكان نشوف الريجنال تيومر اكستنشن، نشوف الليمفاتيك والديستنت اكستنت، ونشوف التيومر ريليتد كومبليكيشن منها البروليفريشن ومنها الفيستولا فورميشن. بالنسبة للترانس ركتال اندولومينال التراساوند نشوف الدبث مات الركتال كانسر ليجن. الامراي ايضا عندنا البي اي تي وذ اف دي جي سكان، هنا قلنا وي لوك فور سكندريز وي لوك فور ميتاستاسيس. بالنسبة للتريتمنت عندنا سيرجري، عندنا كيموثيرابي، عندنا راديو ثيرابي. التريتمنت راح يعتمد على النيف نود انفولفمنت بغض النظر عن النمبر، اوكي يعني مجرد ايش قد نيف نود بيها انفولفمنت. التي 1 تي 2 نو نيف نود انفولفمنت التريتمنت مالته هو دايركت سيرجري. بينما اذا اكو نيف نود انفولفمنت اللي هو تي 3 تي 4 فاول شيء نعطيهم النارت اللي هو نيو ادجوفنت راديو ثيرابي. هنا الكورس اوف نيو ادجوفنت بري اوبراتيف كيمو راديو ثيرابي اوفر ابروكسيميتلي 6 ويك ميبي ريديوس السايز، وانه تحول السيرجري من بالياتيف الى كيوراتيف. اذا ما اكو لينف نود انفولفمنت فهو دايركت سيرجري اللي هو يكون تي 1 تي 2. اذا اكو لينف نود انفولفمنت تي 3 تي 4 اول شيء نعطيهم النارت هو نيو ادجوفنت راديو ثيرابي اب تو 6 ويك تو ريديوس السايز ويل ميك السيرجري تكون كيوراتيف راذر ذان بالياتيف. فاول شيء نسوي لهم نارت ذن سيرجري ذن كيموثيرابي. وين ركتال اكسجين بوسيبل الايم شود بي تو ريستور the gastrointestinal continuity والcontinence by reserving anal sphincter. يعني احنا الهدف مالتنا واللي نطمح اليه انه نحافظ على gastrointestinal continuity، نحافظ على الcontinence عند البيشنت. الترانديشنال 5 cm resection margin احنا بنسوي resection للركتال كانسر على مود نقلل ونمنع الريكرنس، انه لازم اكو سيف مارجن يعني اكو نورمال تيشو نشيله 5 سنتيمتر above and 5 سنتيمتر below the rectal cancer. اوكي اذا كان الركتال كانسر ليجن مور ذان 5 سي ام اواي فروم ذا انال فيرج فهنا اكسجين نسوي للليجن وانه بنسوي انستوموسيس. زين شنو اسماء السيرجريز ضروري تحفظون الاسماء؟ هو الانتيرير ريسكشن
واللو انتيرير ريسكشن. إذا كان الركتال كانسر ليجن أقل من 5 سنتيم from the anal verge فهنا نسوي AP resection إنه نشيل الركتا ونشيل الأنال كنال والبيشنت راح ينتهي with permanent colostomy. مثل ما قلنا الراديكال ريسكشن إذا كان الليجن هو less than 5 cm away from the anal verge نسوي abdominal perineal resection إنه نشيل الركتا ونشيل الأنال كنال والبيشنت would end with permanent colostomy. وقلنا إذا الليجن less than more than the lesion more than 5 cm away from the anal verge بنسوي anterior resection, نسوي resection للتيومر ونسوي re-anastomosis أو نسوي low anterior resection. والهارتمان operation نستخدمها بالemergency إذا patient with إذا patient يصير عنده perforation بنسوي temporary colostomy. هذا هو abdominal perineal resection, نشيل الكولون نشيل الأنال كنال وينتهي with permanent colostomy. هذا اللو انتيرير ريسكشن انه نشيل الركتال كانسر ونسوي re-anastomosis اذا كان الركتال ليجن more than 5 cm away from the anal verge. الهامرتمان operation نستخدمها بالامرجنسي اذا patient ينتهي with perforation انه نشيل الليجن ونحول البيشنت الى temporary colostomy حد ما يصير healing نرجع نسوي re-anastomosis. اذا local إذا التيومر كان local فنسوي local excision. بالنسبة للراديوثيرابي ف only rectal adenocarcinoma GIT responsible to radiotherapy, وقلنا هي الأدينوكارسينوما هي most common. أيضا يستخدم بالنارد اللي هو new adjuvant radiotherapy المدة size the tumor to make it more curative surgery rather than palliative surgery. أكو عدة أنواع من عنده, هو الباليتيف intraoperative اللي هي اما يستخدم short course او long course. بالنسبة للكيموثيرابي في الدرجز اللي تستخدم هي الاوكساليبلاتين ليكوفورين ليفاميسول والكاباسيتابين والنيوبولوجيكال ايجنت مثل البيفاستيزوماب والسيتوكسيماب. بالنسبة للكيمورادياشن فمثل ما ذكرنا it is very useful in adjuvant therapy. ممكن يستخدم كبري اوب to downsize the tumor or make it more accessible for surgery. أيضا ممكن يستخدم to prevent recurrence after anterior resection. ممكن يستخدم post-op. ممكن يستخدم palliative method. ممكن يستخدم recurrent local carcinoma. أيضا ممكن يستخدم carcinoma of the rectum presenting with obstruction. وهنا نخلصت عندنا المحاضرة الطلاب. شكرا على الاستماع.